رفع سيتي جروب توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% هذا العام من توقعاته السابقة بنمو مقداره 4.7%، حيث تدعم البيانات الاقتصادية الواعدة بحسب سيتي تدعم التوقعات بشأن قدرة البلاد على تحقيق مستهدف النمو الحكومي. سيتي جروب الذي كان أحد أكثر البنوك تشاؤماً بشأن النمو الصيني أشار إلى أن رفع التوقعات يأتي مدعوماً بتحسن مرجح لمبيعات التجزئة والإنتاج الصيني، إضافة إلى تقلص انكماش الصادرات. إلى ذلك فإن أحدث استطلاع أجرته بلومبرغ يتوقع أيضاً نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 5% هذا العام متماشياً مع المستهدف الرسمي، ومع ذلك لا يزال التعافي محفوفاً بالمخاطر وسط مخاوف الطلب المحلي وضغوط سوق العمل إلى جانب اضطرابات القطاع العقاري المستمرة. وينضم إلى الآن من سنغافورة مارك ماثيوز، وهو العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث في آسيا لدى بنك جوليوس بير. أهلا وسهلا فيك مارك، وشكرا جزيلا لحضورك معنا. مثير الاهتمام هذا التقرير من سيتي وأيضا التقرير من بلومبرغ. قبل يومين فقط كنا سمعنا من البنك الدولي تقييمه لتراجع النمو في الصين للعام المقبل، كان هناك مراجعة إلى 4.4% نمو من 4.8% كانت سابقا توقعات للبنك الدولي. الآن هذا التباين بين الاثنين، ولو أنه يجب أن أذكر أيضا بأنه نفس المعطيات التي يستند إليها البنك الدولي يستند إليها أيضا تقرير سيتي، يتحدثون عن الأزمة بالعقارات ونظام الاقتصاد الصيني ما إلى ذلك كعوائق أمام النمو. الآن هذا التباين هل يبدي بعض التحفظ من قبل البنك الدولي أو زيادة وإفراط بالتفاؤل من قبل البنوك والمتعاملين بالتالي بالأسواق؟ لست واثقا من الإجابة، لأن الكثير من البيانات لم تعد تصدر عن المكتب الإحصائي في آخر عامين، وبالتالي البيانات عالية التواتر التي كنا نستطيع الحصول عليها باتت متاحة بمقدار أقل، لكن البيانات التي اطلعت عليها في الصين مؤخرا تشير إلى الاتجاه إلى الاستقرار، وفي بعض الحالات هناك تحسن. على سبيل المثال مؤشر مديري المشتريات استقر، وهو عادة يعني أنه يشير إلى نمو بعد 3 إلى 6 أشهر في الناتج المحلي عادة، وهناك استقرار في ثقة المستهلكين أيضا. لكن اللافت أنه في آخر 3 أشهر الأرباح الصناعية قد بدأت ترتفع من جديد، وهذه إشارة إلى تحسن في قطاع الشركات. ربما يعود الأمر إلى أن الشركات باتت أكثر كفاءة بعد أن خفضت تكاليفها، وبالتالي قد لا يكون بذلك أو قد لا يكون ذلك بالضرورة إشارة إلى تعافي في الناتج المحلي الإجمالي ونموه. ولكن مع ذلك أقول إن البيانات الصينية أفضل مما كانت عليه قبل شهر، وأنا أتجه في الرأي لما يقوله سيتي جروب وأدعم رأيه، وأعتقد أن الأمور قد باتت تتحسن وليست في وضع أسوأ. تماما. طيب ما الممكن أن تكون المعوقات الآن أمام الاقتصاد الصيني الذي يظهر هذه البوادر، بوادر التحسن التي تتحدث عنها؟ شو الهيدوينز يعني أمام هذا النمو؟ أهم عائق هو ثقة المستهلك، والخبر السار كما قلت أنه قد توقف عن الهبوط لكنه في حالة استقرار. نتمنى لو كان هناك تعافي في هذه الأرقام، وخاصة أن الأرقام أدنى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة وأدنى من المعدل الوسطي المعتاد. وسبب عدم تعافي ثقة المستهلك برأيي، هذا السبب وخلافا لما نراه في دول أخرى، خلال الجائحة في تلك الدول كان هناك تحفيز كبير قدم إلى الناس في العالم المتقدم وبنسبة 20-25% من الناتج المحلي الإجمالي، كان هذا الدعم مقدم. أما في الصين لم يكن هناك دعم للشركات والأسر بذات المقدار، والناس اضطروا إلى
استعمال مدخراتهم للبقاء على قيد الحياة. وهناك أمر آخر تعرفونه ألا وهو أن عمليات الإغلاق العام في الصين كانت أقسى واستمرت لفترة أطول مقارنة بالدول الأخرى في العالم. إذن هذا يعني وبطبيعة الحال أن ثقة المستهلك ستحتاج إلى وقت أطول لتتعافى، ولكن مع مرور الوقت سوف تتعافى بالتأكيد. مثير للاهتمام مارك، كنت أقرأ مقالة سابقا اليوم شبه الكاتب وضع الاقتصاد الصيني حاليا وكأنه يعاني من لونج كوفيد، بما معناه بأنه يرجع الأزمة التي يعني تبقى في الاقتصاد الصيني نتيجة كوفيد. لكن البعض أيضا قد يقول بأنه المشاكل في الهيكل الاقتصاد الصيني تسبق كوفيد حتى، وهو ما يحد الآن من خروج الاقتصاد من هذه الأزمات. خليني أسألك عن ثقة المستهلك التي تتحدث بأنه بدأت بالتحسن، أي من أي أهم أو أي له وقع أقوى، تحسن ثقة المستهلك المحلي في الصين أم تحسن ثقة المجتمع الاستثماري الدولي في الصين؟ المستهلكون المحليون أهم بالنسبة للاقتصاد الصيني من رأي الأجانب بالصين، فالصادرات الصينية لم تعد محرك النمو وهي ليست في هذا الوضع منذ أكثر من 10 سنوات. ثلثاء النمو يرتبطان بالمستهلك المحلي، وبالتالي نأمل أن يتحسن أو أن تتحسن درجة الثقة لدى المستهلك، وهذا الأمر لم يحصل. وهناك عامل إضافي تطرقت إليه ألا وهو أن هناك مشاكل بنيوية كانت قائمة في الصين حتى قبل كوفيد، والحكومة الصينية بذلت جهدا كبيرا في مسعى منها لتحسين هذه المشاكل البنيوية وتغييرها ومعالجتها، وهذا بحد ذاته سيستغرق وقتا، وهذه عملية مؤلمة نراها تحديدا في القطاع العقاري مثلا. فالمساكن الشاغرة تمثل 20% من الإجمالي، وهم يريدون تخفيض هذا الرقم المرتفع، وفي معرض تخفيض هذا الرقم هذا يعني أنهم لا يريدون بناء مساكن جديدة حتى يكون هناك استيعاب للشقق القديمة، وهذا سيؤثر على النمو الاقتصادي بطبيعة الحال. فإذا لم تبنى مساكن جديدة هذا يعني أنه لن نكون أمام طلب على الإنشاء ومواد البناء وهذا النوع من الأمور. بالنظر لتأثير الاقتصاد الصيني على الاقتصاد العالمي، يعني له تداعياته بالفعل، إذا ما على سبيل المثال أسعار النفط تتحرك بحسب توقعات للطلب من الصين قبل أي شيء آخر، متى تعتقد بأنه ممكن أن تتغير نظرة المستثمر الدولي أو المجتمع الاستثماري الدولي لهذا التحسن في الصين؟ سيستغرق الأمر وقتا طويلا بصراحة. فما حصل أيضا أن هناك حاليا سوقين كبيرتين في آسيا تعتبران لافتتين، وهي لم تكن لافتة في السابق، وهنا أتحدث عن الهند واليابان تحديدا. كلا هاتين السوقين لديهما قصتين لافتتين، وبالتالي ليس بالضرورة أن يستثمر المرء في الصين لأن هناك بدائل. ولكن في حال ظهور علامات تشير على أن أو تشير إلى أن الاقتصاد الصيني تحسن، فإن الأموال سوف تتجه إلى الأسهم الصينية كما يحصل أو كما يحصل في بقية دول العالم. لا أعلم متى سيحصل ذلك، لكن على الأقل أستطيع أن أرى أن الاقتصاد يستقر ولا يهبط، لم يعد يهبط، وهناك بعض الإشارات الإيجابية التي تدل على حصول تحسن وتعاف وصعود. مارك ماثيوس، شكرا جزيلا لحضورك معي هذا الصباح. اشتركوا في قناة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ على يوتيوب لمتابعة برنامج الصباح مع صبا، معي أنا صبا عودي.